هل كلمة بلطجي عربية؟ وما هي مادتها؟ وهل جمعها على بلاطجة صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. باسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البلطجي استعمال تركي بشهادة الجيم المتوسطة بين الكلمة وياء النسب، وهو اصطلاح شائع لديهم في ألفاظ كثيرة عربية وغير عربية، كعطرجي وقلعجي وصاغرجي وخاشقجي. وفي محيط المحيط، البلطجي من يسير مع العسكر لأجل تسهيل الطريق بقطع الأشجار، نسبة إلى البلطة بزيادة الجيم على اصطلاح الأتراك في النسبة. وقال قبل ذلك البلطة فاس. وفي تكملة المعاجم، بلطجي بالتركية بالتة جي. ولو قال قائل إذا حذفت الجيم وصارت اللفظة بلطي فهل هي عربية؟ قيل له نعم، وحركة مادة بلط وتصريفاتها واستعمالها يؤكد المعنى المتعارف عليه اليوم. فمن المادة البلط، وهم الفارون من العسكر والماجنون، ومنها البلط وهي حديدة يخرط بها الخراطون، ومنها البلطة أي المفلس، وورد هذا في شعر امرئ القيس. وهذه المعاني مجموعة في من يطلق عليهم اليوم بلاطجة، وهو جمع سائغ كحنابلة وفلاسفة وأساكفة. هذا وبالله التوفيق.